كتاب المصونية ديانة أو بدعة بصوت لوسيفر رشيد اللحام، الفصل السادس، الجزء الثالث، القسم الماسوني. أنا فلان أقسم بالله الرحيم المهندس الكون الأعظم في حضرة هذا المحفل الموقر، وأتعهد أمام الحاضرين أني أصون وأكتم أسرار الماسونية التي تباح لي ولا أبوح بشيء منها، وأقسم أيضا أني لا أكتب هذه الأسرار ولا أطبعها ولا أدل عليها، وإن أمنع بكل قدرتي من يريد أن يفعل ذلك كي لا تكشف أسرارنا لغير أبناء العشيرة. وأقسم بشرفي أني أحافظ على قسمي هذا، وأتودد إلى إخواني وأعضاء محفلي وأساعدهم وأعونهم في احتياجاتهم، وأواظب على حضور الجلسات بقدر استطاعتي، وأحافظ على طاعة قانون المحفل الأكبر، وإن حنست يميني أكون مستحق قطع عنقي واستئصال لساني وإلقاء جثتي لطيور السماء وحيطان البحر، وإني راضي بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأصبح عبرة للداخلين من بعدي، ثم تحرق ويزور رمادها في الهواء. بعد أن يقسم المبتدئ اليمين يقول له الرئيس: إن القسم صادر عنك يعتبر ميثاق أكيد وعهدا شديدا، فأرجوك أن تختمه بتقبيل الكتاب المقدس. وأسر ذلك يقول الرئيس للمبتدئ: يا أيها الطالب، لقد طالت مدتك في الظلام، فما الذي تتمناه الآن؟ فيجيب الطالب: النور. فيقول الرئيس: فليعطى له النور عند 3 طرقات من كرسي الرئاسة. فيتقدم عند إذ المرشد الثاني ويحل العصبة عن عيني الطالب، حتى إذ طرق الرئيس 3 طرقات أزاح عنه. في هذه اللحظات وفق الأب لويس شيخه يحضر الحارس نورا ساطعا يمر أمام عينين الطالب، وفي تلك اللحظة ينهض جميع الإخوان يحدقون بالطالب وسيوفهم مسلولة ويوجهونها إلى صدره. فيقول الرئيس: أخي المستنير، إن السيوف مسلولة أمامك هي للدفاع عن شرفك وحياتك، أما ما دمت ماسونيا حقيقيا وهي العقاب إذ حنست بعهدك لا سماح لله، ولما كنت قد انتقلت من الظلام إلى النور، فأني أوجه نظرك إلى الأنوار 3 العظيمة التي تعتبر في الماسونية، وهي الكتاب المقدس والزاوية والبكار. فالكتاب للأحكام إيمان، والزاوية للتنظيم أعمالنا، والبكار لتحديد ارتباطنا بالحدود اللاقية مع سائر البشر وخصوصا مع إخواننا البناؤون الأحرار. ثم يمسك المحترم يد الطالب اليمين ويقول له: انهض إذ أيها الأخ الحديث. فينهض الطالب ويقبله الرئيس قبلة الماسونية، ويجلس حضور المحفل أسر ذلك، ويقف المستنير على يمين الرئيس فيقول له: يمكنك الآن اكتشاف الأنوار الصغيرة 3 الماسونية الموضوعية شرقا وجنوبا وغربا، فهي دلالة على الشمس والقمر والرئيس المحترم. فالشمس تحكم النهار والقمر يحكم الليل والرئيس يحكم المحفل. ثم أنك أيها المستنير بحسن سلوكك في هذه الليلة قد نجوت من خطرين عظيمين، ولكن هناك خطر ثالث عليك أن تحذر ما دمت حيا. أما الخطرين اللذان نجوت منهم فهما الطعن بالسلاح والخنق بالحبل، فأنه عند دخولك المحفل كان الحسم مسلولا تجاه قلبك، حتى إذ فاجأتنا بقصد سوء كنت سببا في قتل نفسك طعنا به، ويكون الأخ حامل له قد قام بالواجب عليه، وكان هذا الحبل في عنقك، وهنا ينزعون الحبل عن عنقه حتى إذا عمدت إلى التراجع خنقت به. وأما الخطر الذي عليك أن تحذره ما حييت فهو العقاب الذي التزمت به. يضيف الأب شيخ بعد ذلك يطلعه الرئيس على الأسرار فيقول له: اعلم أن الأشياء التي يمتاز بها كل بناء هي الزاوية والميزان والشقول، لما كنت قد حلفت اليمين اللازمة فأطلعك على أسرار الدرجة التي أنت فيها، ويجب عليك أن تقف
معتدل القامة عند دخولك المحفل وقدمك مكونتان زاوية ليكون اعتدال جسمك إشارة إلى اعتدال عقلك وهيئة قدمك إشارة إلى انتظام عملك. فخط إلي الآن خطوة مبتدئة بقدمك اليسرى ثم الساق عقبك اليمين بها، وهذه هي أول خطوة منتظمة في الماسونية. وفي وقفتك هذه يدعوك أسرار هذه الدرجة، وهي إشارة ولمسة وكلمة. أما الإشارة فهي، وأما الكلمة فهي الثمانية عند البناؤون الأحرار، وتعد بالمنزلة الحارس لحقوقهم هي، ولا يجوز النطق بها إلا بحروف متقطعة كما تسمع عند السؤال عنها في هذه الليلة. وفي الماسونية أشياء يتعلمها الخلف عن السلف، مثل القبلة الأخوية والسن في هذه الدرجة والصفة التهليل والصفيق الحوار والنقطة تحت التوقيع. فالأمل أن الأخ المرشد الثاني يعلمك هذه الأمور الماسونية. واعلم أن الكلمة هي اسم العمود اليساري الذي في داخل محفل هيكل سليمان. الكلمات السرية، يقول أحد أساتذة العظام، إشارة هي أن يكون الماسوني منتصبا ويجعل ذراعه اليسرى على طول جسمه واليد اليمنى تحت حلقه ويضم إصبعه الأربعة ويفتح أبهامه على شكل زاوية، ثم يزيح أفقا اليد اليمنى إلى كتفه اليمنى، ثم يترك يده تسقط إلى جانبه اليمنى بحيث يمثل بحركته زاوية على نفسه. أما اللمسات وفق الأستاذ الأعظم المذكور فهي المصافحة الماسونية. يأخذ الأخ يمينا الذي يريد أن يعرفه بنفسه، فليجعل إبهامه على أعلى سلامية سباباته، وبينما يدق أصبعه الأربعة ثلاث دقات في كفه، فهذا اللمسة تستدعي الالتفاظ بالكلمة السرية، وهذه الكلمة هي جيكين، وتلفظ بحروف متقطعة جي ألف كي ي نون. ويضيف الأستاذ الأعظم هذه الكلمة السرية جيكين، يستبدلها الطقس الفرنسي باللفظ تو بلاقين، وهو اسم أحد أبناء لأمك في التوراة. أما في الطقس الاسكتلندي فالكلمة السرية هي بغوز، وقد ورد اسمه في سفر رعاة التوراة، فهو ولد عبيد الذي ولد يسى يسى وولد داود داود وولد سليمان مؤسس الماسونية. أما لفظ جيكين فهو اسم آخر لملوك إسرائيل الذين أرسلهم باختصار الكلاداني بعد هدم الهيكل، وقصة سبي بابل الشهيرة. والمعروف أن العمودين في المحفل يعملان حرفيا أولين لاسم بغوص ب وجيكين جي. أما السن الذي يبلغها الأخوة الماسون الطالبون فيها هي 3، فإذا سألوا من الرئيس عن أعمارهم أجابوا 3 سنوات، لأن عدد 3 هو عدد سري. ففتح المحفل يتم بثلاث طرقات، ويرسمون بعد أسماءهم 3 نجوم رمز الجهات. يقول الأب شيخه صفقات التهليل لدى الماسونيين أن يضربوا بمطرقة 3 طرقات، وفي الطرقة الثالثة يرفعون رأس القدم اليسرى ويضربون بها الأرض، وفي الصفقة الحوار يضيفون إلى الطرقات أصوات الندب والتواهى وعقاب كشف هذه الأسرار للطالب. يلقى عليه بعض أعضاء المحافل كالمرشدين والمنبهين أسئلة، وأسر هذا الامتحان يقلد الطالب وسام المحفل نيشان ومؤزرا من جلد شاد وشاحن يجعله على صدره على كلاهما شراط ماسونية كالمثلث والزاوية والبكار. وأما صورة التقليد فيقوم بها المرشد الأول فيقول بأمر الرئيس المحترم أقلدان نشان الماسونية، واعلم أنه أقدم وسام في العالم وأشرف من جميع النياشين التي يمنحها الملوك والسلاطين، لأنه وسام النزهة والرباط
الممدود والأخاء، وأوصيك باحترامه على الدوام، وأؤكد لك أنك إذ لم تهينه لم يهينك. ثم يعقب الرئيس عن ذلك بقوله: أخي الطالب، اعلم أن العادة المألوفة في تجديد البيانات هي وضع أول حجر من الأساس في الزاوية التي في الشمال الشرقي، ولذلك جعل مقرك في الجهة المذكورة من المحفل بعد قبولك في الماسونية لتكون فيها منزلا ذلك الحجر، على أساس يمكنك أن تشيد بناء كاملا يشهد بعظمة بناية. ويضيف الرئيس: وأقدم لك الآلات للمبتدئ من البناؤون، وهي الزراع والقدوم، الزراع والقدوم والإزميل. فالزراع لتقدير الأعمال، والإزميل لتسوية الحجارة ونحت وجعله صالحا للاستعمال بأيدي البناء الماهر. وأما عندنا فالزراع المشتملة على 24 قيراط، رمزا لعدد الساعات اليوم التي يلزم صرف جزء منها في العبادة، وجزء في العمل، وجزء في الاستراحة، وجزء لمساعدة الأخ وقت الحاجة. والإزميل رمزا إلى مزايا التعليم والتربية، والقدوم رمز إلى همة النفس التي تقلع الباطن. ويضيف الرئيس: وانظر إلى الحجر الغشيم أمامك، في إشارة إلى أن الإنسان إذ لم يتعلم بمعنى الماسوني يبقى على حالته الأصلية، وبالعكس إذ تعلم تهذيبات إخلاقه فيصير كالحجر المنحوت الذي أمامك أيضا. ثم يسلم الطالب الدستور الماسوني ويوصيه بأن يحتفظ به ولا يطلع عليه أحد، ثم يأمره بأن يتقدم إلى أمام الكرسي الرئاسة إذ قد حان وقت التكريس. فأمسك الرئيس السيف بيده اليسرى والمطرقة بيده اليمنى وطرق طرقات، فوقف الأخوان ومد السيف ووضعه فوق رأس المستنير وضرب عليه 3 طرقات وجعله على رأس المستنير وكتفه، وقال: باسم المهندس الكون الأعظم وتحت رعاية المحفل فلاني، قد كرستك أخا ماسونيا وعضوا عاملا في المحفل كذا. ثم يأمر الطالب بالجلوس هو وكل الإخوان، ويأمر المنبهين بأن يعلنون أمام الإخوة بأن يعرفون الأخ فلان ماسونيا وعضوا عاملا في المحفل كذا في الدرجة الأولى الرمزية. وبعد هذا يأمرونه بأن ينصرف ويلبس ثيابه ويعود، يسمعوه إشارات جديدة، ويؤكدون للطالب أن الملوك والسلاطين يفتخرون بكونه ماسونيا. ثم يقول الرئيس: اعلم أن لك ميزة في 3 أمور: أولا في كونك ماسونيا، وثانيا في كونك مدنيا، وثالثا في كونك عضوا في أعضاء الهيئة الاجتماعية. وبعد هذا الإرشاد يلقون الطالب الجواب على أسئلة تعرض عليه. يرقى الطالب أو المبتدئ إلى الدرجة الرمزية الثانية، وهي الشاغل، وفي بعض المذاهب الرفيق بعد انقضاء مدة قانونية، وهو بدرجة المبتدئ. ففي الدرجة الأولى يتعلم المصافحة الماسونية ومعرفة الأنوار الثلاثة، أي الكتاب المقدس والزاوية والبكار والأنوار الصغيرة، أي الشمس والقمر والرئيس المحترم، مع الوقوف على أسماء جيكين وبغوس وطوبلقان كما يقول الأب لويس شيخ اليسوعي. يكون المحفل مزدادا مثل يوم قبول الطالب، بالإضافة إلى بعض الرموز والشعارات والعملات التي تخص الدرجة الثانية. فيكون فوق رأس حضرة المحترم شعار من الورق الشفاف على شكل نجمة خماسية، وفي وسطها حرف جيم السري، ويضيء هذا الشعار بنور، والنجمة الخماسية صورة أخرى تكون في جهة الشرق يدعونها الكوكب الساطع. في صدر المحفل طاولة عليها كرتون تمثل أحدهما الكرة الأرضية والأخرى كرة السماء، ومع بعض الآلات الماسونية التي تدخل في التكريس الرفيق، ويمينا وشمالا العمودان جيكين وبغوص، وفوقهما كرتون من الرموز التي مر وصفها وتصوير أشكالها، أعني المطرقة الشكوش والزاوية والشقول والمثلث والبكار المفتوح. الرأسان إلى فوق وعلى جانب العمود جيكين الحجر الغشيم الذي ذكر
ذكرناه، وفي أطراف المحفل وأعلاه صور النجمة الخماسية والشمس والقمر. وعندما يتنظم المحفل يلبس الإخوة شراطهم ويحققون كالمرة السابقة أن الهيكل نظيف ولم يدوسه أحد من الدخلاء، بل لم يحضره أحد من طالبي الدرجة الأولى. يطرق الرئيس هذه المرة بمطرقته 5 طرقات، فينتصب الإخوة ويطرقون مثله صارخين هوزا هوزا هوزا. فيردف المحترم الزموا مكانكم أيها الإخوة، فيجلسون. ثم يمد المرشد إلى الطالب الذي كان قائما ينتظر أمر الرؤساء على بطنه مؤزر درجته معلق أعلاه في صدره، ولا يجوز له أن يتمنطق به إلا على هذه الصورة ما دام طالبا، والسن الطالب كما سبق 3 سنوات. فجعل المرشد في شماله زاوية وأمره بأن يحمله على كتفه ثم يقوده إلى باب الهيكل. فبعد الطرقات والأسئلة والأجوبة المألوفة عن الطارق واسمه وحالته، يسأل المحترم الأساتذة والرفاق عن تصرفه بالمعنى المصوني، فمد يمينه ثم ضربوا بها أفخاذهم إشارة إلى رضاهم. فتقدم الطالب مشيا مشيت درجته ممثلا 3 مرات صورة الزاوية بعنق رجله، وقام بين العمودين منتصبا ورجلاه على صورة زاوية. فأخذ المحترم يلقي عليه الأسئلة ويجمد نشاطه في درجته الأولى ويمده بإيقافه على أسرار جديدة من الماسونية، ثم يأمر بالجلوس في جهة الجنوب الشرقي. فجلس وبقربه الأخ المرشد، فتلا هذا على مسمعه خطابا طويلا كما يقول شاهين بيك ميكاريوس، أستاذ أعظم المحفل الأكبر الأورشليمي ومؤسس محفل ميكاريوس للدرجة الأساتذة المعلمين وحائز للدرجة النخيل والصدف والدرجة 33 وغيرها في كتابه المعاون كتاب الأسرار الخفية في المعية الماسونية. وهذا النص الخطاب: لما كانت الماسونية علما نميا حينما كنت مبتدئا جلست في جهة الشمال الشرقي من المحفل، وقد جلست الآن في الجنوب الشرقي ليتبين لك التقدم الذي صرت إليه في العالم، فأنك صرت شاغلا بناء حر عادلا مستقيما. وإني الآن أوصيك وصية، افتح أذنك، وأنا واثق منك أن لا تتحول عنها مطلقا. بنعمة الروح الماسوني وتذكيرها دائما، وهي أن تستمر على ملازمة الأدب والفضيلة والصدق. ويجوز لك الآن أن تمد نظر البحث إلى أسرار طبيعية والعلوم التي كانت مستورة عنك. وأردف ميكاريوس قائلا، ثم يقدم له الآلات العمل المختصة بالبناؤول الأحرار، وهي الزاوية القائمة والخيط والشقول، ويقول له إن الزاوية القائمة تنظم والضبط جميع الزوايا المباني، بما تسير المادة الغشيمة بشكل الزام المطلوب والميزان لتسوية الأوضاع الأفقية وتحقيقها، وخيط الشقول لضبط الأوضاع الرئيسية وتكوينها على أساساتها. بما أننا معاشر الماسونيين لسنا بنائين فعلان بل بناؤون رمزيين، فنطبق هذه الآلات على أدبنا. الزاوية القائمة للأدب والتهذيب، والميزان والمساواة، والخيط الشقول العدالة والاستقامة في الأعمال مدى الحياة، وبالأدب والتهذيب والاستقامة وحسن القصد في الارتقاء إلى المنزل الخلود التي هي مصدر الأعمال الصالحة. ثم قام الرئيس ثانيا وقام معه الأخوة واستولوا سيوفهم، تلاووا دعوة كالأدعية السابقة إلى المهندس الكون الأعظم. ثم يسأل المحترم الطالب أهو مستعد للامتحانات الجديدة التي يرتدون بها اختبار فضيلته وصدق نيته. فأمن الطالب جعله يهمون عليه بالسياحات
كما يفعلون عند قبوله، طالبا إلى أن السياحات هذه المرة رمزية عقلية كما يقولون، وعددها 5. فالسياحة الأولى هي سياحة العلوم، فيسألونه ما رأيه في العقل البشري وفي أصل العالم وتكوينه في بعض العلوم الطبيعية، فيزيد الرئيس على جوابه ملاحظات كما قوله عن أصل الدنيا وتركيبها وقدومها، مثبتا رأي القائلين بقدوم الدهر ومقابلا بين القول بعض الفلاسفة وآيات الكتاب الكريم. فيقول الرئيس وفق الأب لويس شيخه: إن علمنا هذا هو إله الأفلاطونيين الذين دعوه لكل عظيم. قد زعمت التوراة أن تكون الدنيا سبق المسيح ب40,000 سنة، إلا أن تاريخ الصينيين بعض الأمم الشرقيين يرقون تكوين العالم إلى ملايين السنين، وللفلاسفة يجزمون كل هذه الأقاويل والخرافات. فإن العلم النجوم وعلم الطبقات الأرض أصدق من تلك المذاهب الباطلة. وكان موسى يظن أن العالم لا يشمل على شيء سوى سيرتنا هذه، وإنما موسى قد غلط في زعمه هذا غلطا فظيعا. وفي بعض المحافل التابعة للطريقة الاسكتلندية يقولون فيها أسئلة عن الطالب في واجبات الإنسان نحو قريبه ونفسه، ثم يقوم الأخ المرشد وينزع من يد الطالب الزاوية فيجعل بدلا منها مطرقة ومقرضا يدور به حول المحفل حتى يصل إلى جهة الغرب، وراه هناك شعار مكتوب عليه أسماء الحواس الخمس، فيقرأها إليه وعاد به إلى مكانه. فألقى عليه المحترم خطبة عن الحواس الإنسان ومعناها وفائدتها وكيف تبني عليها معارف البشرية التي تفوق مشاعر الأدمينيين، وختم خطبته بشرحه له معنى النجم الساطع قائلا أن هذا الكوكب من شأنه أن ينير عقله ويوفقه على واجباته في الماسونية لصالح الإنسانية وإزالة الأوهام من عقول البشر. وتعقب هذه السياحة الأولى، والسياحة الثانية تدعى السياحة الهندسية، فيقود المرشد الطالب يده حول المحفل إلى قرنة أخرى ويجد فيها كتابات تحتوي أسماء الطرق الهندسية الأربعة، أي الدورية والأنونية والقرنسية وطراز المركب. فعندما يرجع إلى مكانه يشرح له الرئيس معنى تلك الطرق الهندسية. وفي السياحة الثالثة يرى أسماء الفنانون الجميلة الأدب والهندسة وعلم النجوم والرياضيات، فيعقبها الرئيس بخطبة ثالثة عن معناها. وفي السياحة الرابعة يوجهون نظر الطالب إلى الكرتين الممثلتين الأرض والسماء، ويشرح الرئيس معناها الرمزي وفق الفلسفة وبعض أقاويل المسيح والأنبياء البناء والعلوم. وتختم هذه السياحات بسياحة خامسة يسير فيها الطالب فارغ اليدين، وكان في السياحات السابقة يحمل بعض أدوات الفعلية فيدورون به في قاعة المحفل، ثم يعودونه إلى مكانه فيخطبه الرئيس مرة خامسة بتعظيم الشغل عموما والشغل المصوني خصوصا، ويأمره بعدها أن يضرب بمطرقته على الحجر الغشيم 3 ضربات، ثم يقول له بأن الهيئة الاجتماعية كالهيكل العظيم دعا المصون إلى تشهيده، فكل أخ مدعو ليكون عاملا في هذا البناء والعلوم التي رأى رموزها في سياحاته، إنما هي أدوات لهذا العمل. وتختم الجلسة بقبول الشاغل برتبة تكريسه وقيمته بهزاء الهيكل المصوني، ويطلبون منه أن يجدد القسم الذي حلف سابقا أنه لا يكشف شيئا من أسرار الماسونية حتى على أعز أهله وأصدقائه، أنه إذ حنس بيمينه يرضى بأن يستل قلبه من صدره وتقطع أعضاءه أربابا. فيقوم الرئيس ويجرد سيفه فيجعله على رأس مترشح، ويعلن بموجب السلطان المعطى له من المجلس الماسوني الأعلى أنه يقبل فلان الفلاني في عدد الرفقة،
وبعد أن يترك 5 طرقات بمطرقته على صفيحة سيفه ينزال من عرشه إلى الرفيق يقبله على خديه وفمه، ثم يعود إلى الكرسي ويرشح له ما اكتسبه من الحقوق بترقيته إلى هذه الدرجة، خصوصا أنه لا يعود يعلق الزرة الماسونية على صدره لكن يثنيها على بطنه، وأنه منذ الآن فصاعدا يمكنه الجلوس عند العمود الجنوبي، ويعلمونه كما فعلوا بالطالب الإشارات واللمسات الجديدة والمصافحات التي يعترف بها الرفقة والإخوان، وما هي الكلمات السرية التي يجب عليه أن تقنها، وكذلك قنوة المشوه الخاصة بالدرجة، ويفيد بأنه بلغ السن 5 من عمره، ويعطونه كراسا فيه عدة أسئلة وأجوبة يطرحونها عليه كشبه التعليم أولها: أرفيق أنت؟ نعم. أين كان قبولك في محفل عادل وكامل؟ لأي سبب طلبت قبولك بين الرفقة؟ لأعرف الحرف جيم. لقد تناولنا الدرجتين الأولتين في الماسونية، وهما درجة الطالب أو المبتدئ ثم درجة الشاغل والرفق. أما الدرجة الأستاذ وهي درجة تعتبر درجة الكمال في الماسونية، كما يقول الأب لويس شيخه، حيث يبلغ فيها الأخ سن الكهلة أي سن 7، وعندها يحق له أن يترشح من بعدها للرئاسة بين أخواته. يقول الأب شيخه: يكون الهيكل الماسوني في يوم التكريس الأستاذ مجللا بالسواد، ويدعى الهيكل وقتئذ باسم حجرة الوسط، وجهتها الشرقية تسمى دهير، وفي قلب الستائر السوداء تعطى التي تغطى جدران الهيكل شقوف بيضاء ورموز محزنة كالجمجمة والعظام وهيكل الموت. أما جهة الشرق مكسوسة بالأزرق وعليها شقاق من الذهب، ويكون الهيكل مظلما في جهته العالية، لا يخفف ظلمته سوى نور شمعتين ليقرأ المرشدان دورهما. وكان أنوار المحفل قد أعدوا نورين أخضرين في جهة الشرق مع عدة أنوار للتقود في وقتها فتبهر النظر، ثم أنهم جعلوا في صدر القاعة دكة يجلس عليها الرئيس، وأمامه شبه المذبح، وعلى إحدى جانبي المذبح جمجمة ميتة في داخلها شمعة موقدة، وعلى جانب الآخر السيف الماسوني والزاوية والبكار، وأمام الرئيس الذي يدعونه هذه المرة الجزيل الاحترام مطرقته لكنها مكسوسة بقطن ليسمع من ضرباتها صوت عجش، وعلى جانب المذبح عمودين جيكين وبغوص فوقهما أذان كتابية مدفونة القدماء، وأمام العمودين ينتصب المرشدان وبأيديهم لفت ورق عليها كتابة.